لكن جانب الدوري الافريقي كان هناك قرعه دوري ابطال افريقيا اللي طبعا اسفرت عن وقوع النادي الاهلي في مجموعه فيها شباب بلوزداد وفيها يانج افريكانز وايضا ميدياما بطل غانا. ويمكن الاسم ده جديد على يعني مشجعي كره القدم المصريه لانه في التصنيف الرابع، ودي طبعا مباريات النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. هنبدا بميدياما الجوله الاولى 24 او 25 نوفمبر، يانج افريكانز والاهلي 2 او 1 او 2 ديسمبر، الاهلي والشباب بلوزداد 8 او 9 ديسمبر، شباب بلوزداد والاهلي 19 ديسمبر، ميدياما والاهلي 23 فبراير او 24 فبراير، والاهلي ويانج افريكانز اخر مباراه في الست مباريات هتكون تاريخ 1 او 2 مارس. بالتاكيد النادي الاهلي هو حامل لقب هذه البطوله من بطوله لبطوله يا فارس. بتتكلم عن بطوله الدوري الافريقي 8 فرق، بتتكلم عن بطوله دوري ابطال افريقيا اللي انت حامل لقبها، واخر 4 سنوات انت واصل للمباراه النهائيه ومحقق 3 القاب. بالتاكيد جماهير النادي الاهلي محتاجه تشوف النادي الاهلي محقق كاس البطوله المستحدثه وبطوله دوري ابطال افريقيا البطوله المحببه لدى جماهير النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيحمل الرقم القياسي في تحقيق هذه البطوله. طبعا هو تحدي كبير للنادي الاهلي، وانا كنت قلت قبل كده يعني هو الموسم الاصعب في تاريخ النادي الاهلي، ويمكن كان اشار كابتن محمود الخطيب الى التحديات اللي هتقابلك الموسم ده، وانا بشوف وقلتها مهما قارنت باي موسم مستحيل. قلت لو عندك موسم لعبت فيه كاس العالم للانديه اكيد ما كانش فيه حتى فكره السوبر ليج، فده اكتر موسم النادي الاهلي خاض فيه بطولات قاريه، وهيكون موسم صعب وموسم مرهق. ولكن قرعه النادي الاهلي جاءت، يعني انا مش عايز اقول كلمه سهله، لان انا بشوف كلمه سهله دي كلمه في كره القدم يعني مش موجوده. انا لما بكلمك ان انت بتكون مع فريق زي سيمبا ثم تاتي تاني في المجموعه، قبل كده كان مجموعه فيها النجم الساحلي وسيمبا، فانت فكره كلمه سهله ده مصطلح غير واقعي. ولكن اقدر اقول مجموعه متزنه جدا، ان انت بتلعب مع شباب بولزداد ويانج افريجانز وميدياما. وعايز اقول حاجه، يمكن ناس كتير بتقول لا احنا على سبيل الدعابه طبعا، يعني احنا عايزين نطلع تاني مجموعه عشان بنتفائل ان النادي الاهلي، لا انا عندي وجهه نظر مختلفه تماما. انا للنادي الاهلي يا جماعه ان هو يتصدر مجموعته. ما ينفعش النادي الاهلي بكل قوته وبكل السكواد اللي عنده وبكل قيمته وعراقته التاريخيه داخل القاره وبكل اسباب وسبل تفوقه سواء على المستوى الفني، انت معاك افضل مدير فني داخل القاره وانت مغمض، وده يا جماعه بسي في وباسس انت بتقيم بيها المدرب، ومعاك اقوى فريق كقيمه تسويقيه. يعني لو احنا حتى مش هنتكلم عن وجهات النظر الفنيه، هنتكلم بالارقام، فانت كقيمه تسويقيه الاعلى داخل القاره ومعاك سان داونز يليك على طول، وعلى مستوى الاطار الفني او مستوى الجهاز الفني بدك الجهاز الفني الاقوى داخل القاره. فانا ما ينفعش اكون بتكلم في فكره تاني المجموعه. النادي الاهلي ان الاوان ان هو يتصدر مجموعته، النادي الاهلي ان الاوان ان هو يعرب عن قوته داخل دور المجموعات، وان هو لا يليق ان احنا نقعد كل مره ندخل في حسابات التاهل ثم التأهل ثانيا ثم تلاقي مواجهات، لأن يا جماعة حتى ده بيديك أفضلية نسبية في مواجهة تاني المجموعة اللي انت هتلعب فيها بعد